موجز أخباري الصباح من قناة الفلوجة، أهلا بكم. كشفت منظمة العفو الدولية عن أن السلطات العراقية تحتجز أبرياء بتهمة الإرهاب في ظروف مروعة، حيث يتعرض المعتقل إلى إساءات خطيرة بشكل روتيني. وقال الأمين العام للمنظمة سليل شاتي أن وفدا من المنظمة تمكن من زيارة أحد مراكز الاعتقال في عمرية الفلوجة تديره قوة مكافحة الإرهاب، ويضم 700 سجين محتجز منذ أشهر بتهمة الاشتباه بالإرهاب. ووصف شاتي أوضاع المعتقل بأنها تمثل صدمة كبيرة، حيث لكل سجين مساحة لا تتجاوز مترا مربعا، وليس هناك مساحة حتى للاستلقاء، وأن الحمامات في نفس الغرف وكمية الغذاء قليلة جدا. تمكنت القوات المشتركة من فك حصار تنظيم داعش على قضاء حديثة بمحافظة الأنبار بعد عام ونصف العام على فرضه. مصادر أمنية أكدت أن القوات المشتركة استعادت طريق الوصل من قضاء هيت إلى ناحية البغدادي، مضيفة أن استعادة الطريق جعله سالكا إلى قضاء حديثة، ما يعني فك الحصار عن القضاء. جدد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر تأييد بلاده لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، واصفا موقفه بالقوي رغم الاضطرابات السياسية في العراق. وتأتي تصريحات كارتر في ظل فوضى سياسية يشهدها العراق وتجاذبات حول الإصلاح السياسي والتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة والأزمة السياسية في البلاد. قتل 12 مدنياً وأصيب العشرات بقصف للنظام السوري والطائرات الروسية على أحياء مدينة حلب وريافها. وقال ناشطون إن 4 قتلى سقطوا بغارات للنظام على قرية البويضة بريف حلب الجنوبي، فيما شمل القصف أيضاً بلدات كفر حمراء وحيان وبيانون وطريق الكاستيلو الذي يعد آخر طرق إمداد المعارضة السورية. المزيد من التفاصيل والأخبار نتابعها في نشرة الواحدة. إلى اللقاء.